لا تتقدم لا تتقدم لا 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 تضرب لي لا تضرب لي ثروت ثروت مع حبي واحترامي للست ثروت مع حبي واحترامي للست ثروت ست ثروت من تجي او اخوها من يجي يحرض ناس على حرق البنايات هذه تحتاج لا 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 ها كيف يعني وين هسه من تطلع تظاهره تظاهر ليش تضرب لك شرطه تشق راسه هناك اكو قانون هناك اكو قانون من اكو قانون ينفذ على الصغير والكبير طيب ما بيا كل مجال جمهور واكد لك بعد واكد لك بعد جيل الجديد عنده بنايات ده يشتغل مع كل هذا ده يشتغل بالسليمانيه هو بالسليمانيه وبالاقليم من وين رايح طاير لا انا قصدي في السؤال وبالتحديد موجودين صحافتهم تشتغل اي تمام كل اللي يريدون يشتغلون بعد شنو اللي ثروه اذا ممنوع لماذا منعت من الدخول الى انت هسه انت تقدر يعني ليش تخلي اكو نوبات تسب المرجع الاعلى مثلا تتجاوز تتطاول يسمح لك بعد اني اباوع عليك فاكو تجاوزات غير تجاوزات سياسيه في فرق ان كان سياسيه وان كان حتى على تحريض تدمير البنى التحتيه هو حتى هو على اساس انا هو الموضوع مو شخصي هو انا مع هذا مع هذا انا اتمنى اذا صدق هي تقول ثروه تريد تروح الاربيل انا هي خالد ما هي نقطة إذا تسمع لي أستاذ أحمد يسمع لي أستاذ الحديث مو بهاي مو كل هالكلام هذا اللي أنا أقول عليه يصدق كل ما يقال يصدق